ورجعنا لكم في معلومه زراعيه على الماشي. عندنا مرض مهم جدا يا جماعه لازم ناخد بالنا منه الفتره ديت، لان الظروف المثاليه له هو اليومين اللي احنا فيهم دول مع البرد وبعض الرطوبه والتذبذب اللي احنا شايفينه ده. بيسيب نباتات ايه؟ بيسيب الناس اللي بتزرع فراوله، الناس اللي بتزرع فلفل حار، بتزرع فلفل حلو، الناس اللي بتزرع طماطم، الناس اللي بتزرع خيار. المرض ده يا جماعه هو مرض من الامراض المهمه والقويه، وفي نفس الوقت بينتشر بسرعه الصاروخ، حتى بيصيب البتنجان، الناس اللي بتزرع بتنجان. المرض ده يا جماعه بيسموه العفن الرمادي او البوترايتس. العفن ده مهم جدا تاخد بالك منه في ان انت ما تعملوش الوسط الملائم ليه، يعني ما تكتمش الناس اللي بتسيب تقول لك الجو برد وفي نفس الوقت بيسيب الرطوبه تعلى جوه، لا لازم تسحب الرطوبه بالمراوح، علشان كمان التسميد النبات بيشتغل بياخد استماد، والميه لما بيفقد ميه وينتح ميه لازم نخرج الميه ديت بالمراوح عشان يبدا يشتغل من جديد. فانت هنا بتعالج مشكلتين، المشكله الاولى ان انت ما بتعملش وسط ملائم للمرض، والحاجه الكويسه ان انت بتعملها ان انت بتخلي النبات يشتغل ويشرب السماد والميه من التربه بشكل طبيعي. فناخد بالنا من الموضوع ده. طب ايه اهم المبيدات اللي بتشتغل عليه؟ المبيدات طبعا معروف عليه زي مركبات الترايازول، زي مركبات التوبيزول، زي مركب الازوكسستروبين، زي مركب اللي هو احنا بنسميه سيرفونات الميثايل. في بعض المركبات كتيره شغال عليها وعائلات كتيره ومجموعات كتيره. ناخد بالنا من المرض ده، ومعاكم في المره الجايه مع معلومه زراعيه على الماشي.